هذا ووصل بحفظ الله ورعايته صاحب سمو الملكية الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس إلى إسلام أباد في بدء زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وقد عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين اجتماعا نقل خلاله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لفخامته. وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إلى إسلام أباد في بدء زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وكان في استقبال سمو العهد لدى وصوله قاعدة نور خان الجوية دولة رئيس الوزراء نواز شريف. ولدى نزول سمو العهد من سلم الطائرة أطلقت المدفعية الباكستانية 21 طلقة ترحيبا بمقدم سموه. ثم توجه سموه إلى المنصة حيث عزف السلامان الوطنيان السعودي والباكستاني. بعد ذلك استعرض سموه حرس الشرف. ثم صافح كبار مستقبلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ركن رشاد محمود، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن رحي شريف، وقادة القوات الباكستانية وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية. كما كان في استقبال سمو ولي العهد معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان عبد العزيز إبراهيم الغدير، وسفير باكستان لدى المملكة محمد نعيم خان، والملحق العسكري السعودي في باكستان المكلف العميد طيار ركن سعيد عفتان، وأعضاء السفارة السعودية في باكستان ومديرو المكاتب السعودية. وقد غادر سمو العهد القاعدة الجوية يصحبه دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف إلى مقر إقامة سموه في قصر البنجاب. حفظ الله سموه ولي العهد في سفره وإقامته.
ولدى وصول سمو ولي العهد إلى إسلام أباد، صرح أن زيارته للباكستان تأتي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وتأكيدا على الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في توطيد وتنمية كل أوجه العلاقة على الصعيد الثنائي، بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يؤدي إلى خدمة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم ودعم التنمية إقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص خدمة القضايا والمصالح الإسلامية وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي. كما أعرب سمو ولي العهد عن سعادته البالغة لقيامه بهذه الزيارة المهمة للباكستان، أنه سيتشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لأخيه فخامة الرئيس ميمون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وإلى دولة رئيس الوزراء محمد نواز شريف، متمنيا سموه للشعب الباكستاني الشقيق استمرار الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. وقد قام سمو ولي العهد بزيارة لفخامة الرئيس ميمون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بالقصر الرئاسي في إسلام أباد. ولدى وصول سمو ولي العهد كان فخامته في استقباله. ثم عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية اجتماعا نقل خلاله سموه تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لفخامة الرئيس ميمون حسين. وقد أشاد فخامته بتوسعة الكبيرة التي شهدها الحرمان الشريفان بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين وما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات. وجرى خلال الاجتماع تبادل الحديث الودية واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان عبد العزيز بن إبراهيم الغدير، وكبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية. بعد ذلك حضر سمو ولي العهد مأدوبة العشاء التي أقامها فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية تكريما لسموه والوفد المرافق له.